بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما تحدث الشيخ رحمه الله عن انقسام العربية نسبا ودارا ولسانا، قال: فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان. فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام بن تيمية لا يترك مسألة من المسائل التي يطرقها إلا ويفيض فيها ويبينها ويحللها تحليلا دقيقا. فهو بين لما كان الكتاب يدور على تحريم التشبه بالأعاجم، بين رحمه الله من هم الأعاجم ومن هم العرب بيانا دقيقا. بيّن أن العرب قد يكونوا عربا باللسان، قد يكونون عربا في الدار، وقد يكونون عربا باللغة، قد يكونون عربا باللسان، وقد يكونون عربا بالدار أو بالنسب، أو نعم، أو عربا بالنسب، أو عربا بالنسب. ثلاثة أشياء. أصول العربية تنشأ من ثلاثة أشياء: اللغة، النسب، الدار. العجمية كذلك، تكون العجمة بالنسب، قد تكون العجمة في الدار، قد تكون العجمة باللسان. وبين أن الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير هذه الأمور، فمن كان من بني هاشم فإن له نصيبه من الخمس ولا يعطى من الزكاة ولو صار أعجميا، فلا يعامل معاملة العجم. نعم، بل يبقى له الحكم الشرعي، تحرم عليه الزكاة، ويعطى من مقابل ذلك يعطى من الخمس الخمس ولو أنه انتقل من العربية إلى الأعجمية. نعم. وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. نعم، هو كما سبق أن الحكم الشرعي لا يتغير بتغير الأشخاص أو تغير اللغة أو تغير الدار. نعم. الحكم الشرعي باق لمن هو في حقه أصلا ينتقل معه. فكما سبق أن الهاشمي الذي هو من بني هاشم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له حكمه من تحريم الصدقة عليه واستحقاقه لخمس الخمس من بيت المال. وكذلك العكس، من كان أعجميا ثم تعرب فيبقى له حكم النسب وحكم الدار، وإن كان قد انتقل من لغة إلى لغة ومن دار إلى دار. نعم. لكن من ناحية الإيمان ومن ناحية السبق في الدين فإنه يتغير، كما أن السابقين من الفرس لما سبقوا إلى الإسلام
صاروا من سادات المسلمين وأئمته، وصاروا من أئمة اللغة العربية كما هو عند المحدثين والنسابين واللغويين من العجم. نعم. قال: والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان. نعم، رجع إلى لما فصل في حقيقة العرب والعجم، فرع على المسألة التي من أجلها ألف الكتاب، وهو تحريم التشبه بالأعاجم. فمن هم الأعاجم الذين لا نتشبه بهم؟ الأعاجم الذين لا نتشبه بهم من كان على خلاف ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسلف الصالح. فمن كان على ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسلف الصالح فإننا نتشبه به، لأن هذا كمال وهذا دين ولو كان أعجميا. وأما من كان بالعكس مخالفا لما عليه السلف الصالح فإننا لا نتشبه به وإن كان في الأصل عربيا، لأنه تخلق بأخلاق الأعاجم. نعم. قال رحمه الله: هكذا جاء عن السلف. فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط: حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي روى عن أبي جعفر، لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. هذا الأثر: من ولد في الإسلام فهو عربي، يعني من ولد في دار الإسلام فهو عربي. وقد سبق لنا أن ضابط العربي من كان عربيا في الدار أو في اللسان، في الدار أو في اللسان أو في النسب، أو في النسب. فإذا حصل على إحدى هذه الخصال فهو عربي، إما أن يكون عربيا باللسان فقط، وإما أن يكون عربيا في الدار فقط، وإما أن يكون عربيا في النسب فقط، وإما أن يجمع بين الثلاثة. نعم. قال: وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، حدثنا محمد بن حرب النشائي، حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي، هكذا فيه، وأظنه من أدرك له أبوان. نعم، هو كما سبق أن من تكلم باللسان العربي فهو عربي ولو كان في الأصل عجميا، ومن كان له أبوان في الإسلام فهو عربي. وهذا هو النسب، هذا هو النسب. نعم. فالعربية تتكون من ثلاثة أشياء: النسب أو اللغة أو الدار. فمن أدرك أبوين في الإسلام، يعني أبوه وأمه من العرب، فهو عربي، فهو من العرب. وهذا الأخير فيه نظر، هذا الأخير فيه نظر، لأن من تكلم بالعربية فهو عربي ولو لم يكن أبواه عربيين. نعم. قال: فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان. نعم. وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية، يعني علقت العربية فيه بمجرد اللسان. هذا معلوم. نعم. وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. يدرك له. نعم. أبوان. نعم. هل يعني هل إذا قلنا إن العربية تكون بالنسب، فما هو ضابط النسب؟ قال: من كان أبواه مسلمين عربيان، من كان أبواه عربيان فهو عربي ولو لم يكون عربيين في الأصل لكن تعرب. نعم. قال: وقد يحتج بهذا، وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفءا لمن له أبوان في ذلك، وإن اشترك في العجمية والعتاقة. في مذهب أبي حنيفة في الكفاءة في النكاح، الكفاءة في النكاح،
لأن من شروط النكاح الكفاءة في النسب. وأبو حنيفة يقول لا يكون نسيبا إلا إذا كان أبواه عربيان، إلا إذا كان أبواه عربيان، أخذا من هذا الأثر، ولكن هذا الأثر فيه نظر كما سبق. نعم. قال ومذهب أبي يوسف ذو الأب كذي الأبوين. ومذهب أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة أنه يكفي أب واحد، فمن كان أحد أبويه عربيا فهو عربي. نعم. ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد. لا عبرة بالأبوين، وإنما يكون عربيا إما بالنسب وإما باللغة وإما بالدار، إما باللغة وإما بالدار، وإما بالدار. نعم. وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا العلاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة. هذا قيس بن حطاطة وكان منافقا والعياذ بالله، أراد أن يفرق بين المسلمين كعادة المنافقين. نعم. لما رأى الصحابة مجتمعين فيهم سلمان وفيهم صهيب الرومي وفيهم بلال الحبشي قال ما بال هؤلاء، يعني هؤلاء الثلاثة أنهم ليسوا من العرب، والذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يعني قال الرجل ما قال النبي، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم هم من قريش ومن العرب، فما بال هؤلاء، يريد أن يفرق بين المسلمين، يريد أن يفرق بين المسلمين كما فعل المنافقون، أي كما فعل اليهود لما جاء واحد منهم والأوس والخزرج مجتمعين يتحدثون، أراد أن يذكر ما وقع لهم في الجاهلية من الحروب والتطاحن فيما بين الأوس والخزرج، فأراد أن يثير النعرة فيهم، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله إلى آخر الآيات. فهذا المنافق أراد أن يسلك هذا المسلك وأن يفرق بين المسلمين وأن يستنكر وجود سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، وإن لم يكن روميا لكن لقب بذلك، وإلا فأصله عربي لكنه سبي وصار يباع ويشترى فظنوا أنه رومي وكان أحمر اللون رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا أراد أن يفرق بين المسلمين، فذكر ذلك، أخذ معاذ رضي الله عنه أخذ بتلابيبه مستنكرا هذه المقالة وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال الأب واحد والدين واحد واللسان واحد، أراد أن يبطل هذه المكيدة. ثم إن الله جل وعلا ختم لهذا الرجل بخاتمة السوء فقتل مرتدا والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله هذا الحديث، أعيد العبارة، قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي فقال
هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما الأوس والخزرج من الأنصار يعني عرب؟ نعم، من العرب العاربة من قحطان. نعم، فما بال هؤلاء، فما بال هؤلاء سلمان وصهيب وبلال الحبشي، يعني ما شأنهم يكونون مع هؤلاء العرب الأصلاء؟ نعم. فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إنكار المنكر، وأنه يجب على المسلم أن ينكر المنكر. نعم. فأخبره بمقالته، بمقالة هذا الرجل، وليس هذا من باب النميمة أو الوشاية، وإنما هذا من إنكار المنكر. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي أن الصلاة جامعة، كعادته صلى الله عليه وسلم أنه يغضب لله ولدين الله. نعم. فصعد المنبر، ثم نودي أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد. الرب هو الله جل وعلا رب الجميع، والأب واحد وهو آدم عليه السلام: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله عليم خبير. فالرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم للعرب والعجم. نعم. وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي، إنما هي مجرد لسان فقط، ولا يفتخر بالعربية أو باللسان العربي لمجرد أنه عربي. نعم. فقام معاذ بن جبل فقال: بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة، في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خاتمة سوء والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمنا. معناه صحيح، وهو أن الرب واحد والأب واحد والدين واحد، فمعناه صحيح وإن كان من ناحية السند ضعيفا. نعم. قال: ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها كما تقدمت الدلالات عليه. نعم. وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. واحد. من تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها، أي للسابقين، والمخالفة المنهي عنها. نعم. كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. نعم. لما بين الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وهو باب النهي عن التشبه بالأعاجم، وما المراد بالأعاجم، وما المراد بالعرب، لما بين هذا كله قال: من عرف ذلك عرف الحكمة فيما نهي عنه من التشبه بالأعاجم، وأن المراد التشبه بهم في صفاتهم الخاصة بهم وفي دينهم، في صفاتهم الخاصة بهم وفي دينهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وما أمر به من الاتباع والاقتداء. نعم. لسلف هذه الأمة وخيارها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بعد ذلك: فصل. فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: فبهداه مقتده، وقوله: اتبع ملة إبراهيم، وقوله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء. ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه،
متفق عليه. الشيخ رحمه الله في هذا الفصل لما انتهى من بيان النهي عن التشبه بالكفار عموما، التشبه بالأعاجم، والتشبه بأهل الجاهلية، التشبه بالأعراب، نعم، لما انتهى من هذا كله أورد شبها قد يستدل بها من يرى عدم تحريم التشبه، والتشبه المراد به موافقة غير المسلمين في أمور الدين وفي أمور العادات. وذكر شبهات، أولها أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا فيه موافقة لمن كان قبلنا، فيه موافقة، وأنتم تقولون لا توافقوا غيركم من الأمم. نعم. وبقوله تعالى فبهداهم اقتدى، وبقوله تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتدي بهدي الأنبياء السابقين، وهذا فيه موافقة لمن كان قبلنا. وقوله اتبع ملة إبراهيم، قوله اتبع ملة إبراهيم، إبراهيم هو خليل الله، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه، وهو من السابقين، وهو من السابقين من الأمم، وأنتم تقولون لا توافقوا غيركم من الأمم. نعم. وقوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، يحكم بها أي التوراة، فدل على أنه لا بأس أن نحكم بالتوراة. نعم. قال ومعارض بما رواه سعيد، يعني من جملة النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعارض بما رواه سعيد بن جبير يعني من صيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء واليهود تصوم. نعم. وكذلك أنتم تقولون لا توافقون اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق اليهود في صيام يوم عاشوراء. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، متفق عليه هذا اللفظ البخاري. ولفظ مسلم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، وفي لفظ له كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان مشركون يفرقون رؤوسهم، وكان مشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك، متفق عليه. فهو قد وافق أهل الكتاب في السدل، ووافق المشركين في الفرق، في فرق الشعر، وأنتم تقولون لا نوافقهم في شيء. هذه شبهات. نعم. قال رحمه الله قيل هذا الجواب، هذا الجواب عن هذه الشبهات. أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هذه مسألة أصولية عند الأصوليين. نعم. قال فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم. أيوة. نعم. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثون بالكذب فيكون فاسقا بل كافرا، فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. المقدمة الثانية أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت
فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. نعم، أجاب عن هذا القول وهذه الشبهة شرع من قبلنا شرع لنا بأنه ليس مسلما من كل وجه، وذلك مبني على مقدمتين. مقدمة الأولى أن يثبت أن هذا شرع لمن قبلنا، لأن أكثر ما عند أهل الكتاب تحريف وتخريف وإحداث من عندهم وليس من شرع الله الذي جاء به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، فلم يثبت أن هذا شرع لهم حتى يقال شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، حتى يثبت هذا عن النبيين الكريمين موسى وعيسى أنهما جاء به ولم يحرف ولم يبدل ولم يغير. هذه ناحية. المقدمة الثانية، إذا ثبت أنه شرع لنا شرع لمن قبلنا، ثبت أنه شرع لمن قبلنا وأنه لم يبدل ولم يغير، فيشترط أن لا يأتي شرعنا بخلافه. فإذا جاء شرعنا بخلافه كان ناسخا له، وإن كان في الأصل صحيحا ودينا لمن قبلنا، فما جاء شرعنا بخلافه فإننا نعمل بشرعنا ولا نعمل بالمنسوخ. ومن هنا ذكر العلماء كما كابن كثير في مقدمة تفسير وغيره أن قضية هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، قال في ذلك تفصيل، في ذلك تفصيل، أحدها أن يكون شرعا لمن قبلنا لكنه نسخ، فنحن نعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. الثاني أن يأتي الأولى أن يأتي شرعنا بموافقته، أن يثبت أنه شرع لهم، نعم، وأتى شرعنا بموافقته فنحن نأخذ به لأن شرعنا جاء بموافقته. الناحية الثانية أن يأتي شرعنا بخلافه فيكون ناسخا له، فنحن نأخذ بالناسخ ونترك المنسوخ. الناحية الثالثة أن لا يأتي شرعنا بموافقته ولا بمخالفته، فهذا نتوقف فيه لأنه قد يكون من إحداثهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، فنتوقف فيه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بهذا التفصيل نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم مستمعين الكرام ما تكرمتم به من السماع، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.